سلام لاله، اسم الصفه؟ مدام نجي عشلو، جو سوي فورماتريس اون لانستيتو سيمو فالنتينو. اذا تحدثي اليوم على هذا اللقاء اللي في اوتيل ايبيس. دونك هذا اول لقاء بالنسبه للمعهد درناه في اوتيل ايبيس. المهم هذا اللقاء فيه اكسبير ديال عزيز تسليت، فيه سوسيتي اسره، فيه انا بور لا هيدرافاسيال، اي اوسي عادي مسيو عادل فلامينغو، اي جاميكس بور لي ديزاين ديال لي شوفو بور ام. إذا الهدف اليوم لهذا اللقاء؟ هذا الهدف بالنسبة كان هدف زوين وكبير بالنسبة للتلاميذ ديالنا المتدربين والمتدربات وكذلك أصحاب الصالونات، باش يطلعوا على كل حاجة جديدة، أي حاجة زوينة جديدة في هذا الدومين هذا. إذا الكلمات بوصلوا للتلاميذ والحضور اللي حاضرين؟ أنا نتمنى لهم التوفيق أولا قبل كل شيء، وثاني حاجة أنهم يستفدوا من هذا الملتقى هذا في أشياء كثير حلوة. مناسبة نشكر الفونداتور محمد طبراني وكذلك مؤسسة سيمو فالنتينو اللي كيترأسها هو نيت. شكرا. فخر أنا جيت من تطوان هنايا عندكم باش نحضر معكم هذا الملتقى ونعرفوا عاود التلاميذ على هذه ديالنا اللي جينا من تطوان وجينا نحضروا معكم هنا من المحمدية إن شاء الله. كيفاش شفتي الكفاءة ديال المؤثرين اللي كانوا؟ لا تبارك الله عليهم، زعما غنيين عن التعريف وتواصلنا معهم وتبارك الله عليهم، هذه الحقيقة. شكرا لك. ميرسي بوكو. شكرا. سلام سيدي، اسمه صفه؟ اسمي عزيز تسليت، ميك اب ارتيست، وكندير التسريح تروات تي اخر تقنيات في عالم التسريح. اليوم جينا ان شاء الله باش نحضروا مع سيمو فالنتينو، مؤسس او فونداتور تاع ايكول سيمو فالنتينو في المحمديه، في هذا الايفنت، وليا الشرف نحضر مع السي محمد ومع الاخوات الكوافيرات والكوافيرين تاع مدينه المحمديه. هذا شرف ليا كبير باش نحضر معهم، بحكم ان كندير فورماتور او مدرب شينيو ميك اب في الدول العربيه. زعما حضرت اليوم باش ندير مونوركور فيلموم اللي هو سميتو باش نحضر انا في المحمديه، اول ايفنت نخرجوا به من وراء هذه الجائحه. ان شاء الله تنتمنوا باش ديما هاد الايفيلموات وهاد سميتو يكونوا ديما على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي ان شاء الله. وتنشكروا السي محمد والاخوان المجاهدين كلهم اللي عرفوا بين هاد الناس اليوم اللي حضرنا في هذا الايفنت، وتنتمنى ان شاء الله اليوم التوفيق ان شاء الله في هذه المسيره ديالهم. وكما كنقول بلي انا اليوم عندي دوره معاهم اللي هو فورماسيون شينيو 3 دي بالنسبه لي كنديروا شينيو اللي تاخر ما كاين تاع 2021 ان شاء الله. التقنيات الجداد تاع 3 دي لان الشاك عطيو ان فوليم كنديروا ليه كنقولوا حنا التخصيل، يعني كنديروا نحت الشعر، يعني اخر ما كاين في الشينيو غادي نديروا ان شاء الله اليوم. حضروا معنا لي كوافوز المعروفات هنا في المحمديه، ولينا الشرف نتعرفوا عليهم ويتعرفوا على اخر تقنيات في الشينيو. وبالنسبه للشركه اللي غيديروا تا هما البروتين واللي كيغاتيو داكشي تا هما حاضرين، بالنسبه للناس تاع الاستيتيك وداكشي تي سوان فيزاج تا هما اليوم حاضرين، ونتمنوا ان شاء الله باش يستافدوا هاد الناس ان شاء الله. بالنسبه للمبتدئين تا هما غادي يكونوا معنا حاضرين، المتدربين تاع المدرسه ولا الانستيتيو تاع سيمو فالنتينو تا هما حاضرين معنا اليوم، ومعنا الناس المحترفين اللي غياخذوا التقنيات. هما غادي يقولوا بحال كنقولوا تنديروا رفع الكفاءات، يعني هما راه محترفات عندهم ولكن ياخذوا الجديد، لان حنا في هذا العالم تاع الدومين تاع الحلاقه والتجميل في ديما الجديد، كل تخوا ما كيخرج طوندونس كيخرج شي حاجه كنواكبوا، يعني ما كنبقاوش واقفين تنستوبيو في واحد لين، يعني اي حاجه خرجت كنواكبوها. باش حنا حاضرين اليوم هنايا، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وشكرا لكم بزاف على الحضره ديالكم. شكرا. شكرا. سلام لاله، عارفين براسك؟ عليا حمص، صاحبه صالون عليا بوتي. اذا سبب التواجد ديالك اليوم في الحفل اللي قامت به مع سيمو فالنتينو؟ الحفل التواجد ديالي هو انا كنشكر بحال المدارس لانهم كيشجعوا التلاميذ وكيشجعوا الشباب باش يتاهلوا لميدان الشغل، يعني كيديروا لهم واحد الحرفه واحد تاهيل باش يدخلوا لواحد الميدان الشغل، خصوصا بان هذا الميدان حنايا عندنا فيه واحد الخصاص، يعني ما كاينش الحرفه وما كاينش يد العامله، يعني حنا كنتمناو الشباب يتاهلوا لهذا الدومين ويدخلوا بحال هذه المدارس باش يعطيونا حنايا الشباب اللي يخدموا عندنا. شكرا. معنا تلميذه من معهد سيمو فالنتينو، اولا الراي ديالك في الريزولتا ديالك؟ الوغ انايا جد مسروره، كنت في الاول متخوفه
نشوفها، ولكن صراحه عجبتني لاكوب وجد مسروره. وبيان سور انايا كنثق في فورماتور ديالنا باسكو دي فورماتور كومبيتون، وانا ما عطيتهم راسي حتى انايا ثقه فيهم 100% ومي دي كومبيتون صراحه ودي بروفيسيونيل. وانا جد سعيده بلي انني كتلميذه من تلاميذ ديال المدرسه ديال سيمو فالنتينو. صراحه علمونا بزاف ديال الحوايج، كنا دخلنا لهاد المدرسه ما كنعرفو حتى شي حاجه، ودابا انايا ساتيسفيت من هاد الفورماسيون وانا جد مسروره مني. انا كلمه تبغي تقولها للاطر والاداره؟ الوغ انا كنشكر لي فورماتور ديالنا اللي سهروا على التعليم ديالنا، اللي كانوا صراحه صبروا لينا بزاف وصراحه هما هي دي كومبيتونس في المستوى، واي سؤال واي حاجه كيجاوبونا عليهم، وانا كنشكرهم بزاف. شكرا. السلام عليكم، الاسم ديالي عادل امهيله، مراقب هادي الفلامينغو. اذا سبب تواجد ديالك اليوم في هاد الحدث اللي كتقوم به مدرسه سيمو فالنتينو؟ سبب تواجد ديالي انا خدام مع سيمو فالنتينو في سالون كوافور فالنتينو، وقال لي خصك تجي ضروري تحضر معنا في هادي، وهذا انا فرحان بانني جيت هنا مع سيمو فالنتينو. تنشكرو بزاف وتنشكركم نتوما. شفنا العرض ديالك، لقى اعجاب الناس كاملين تبارك الله عليك. اولا شنو هي النصيحه اللي تقدر تقدمها للتلاميذ باش يكونوا في الكفاءه ديالك؟ النصيحه ديالي اللي غنقول للتلاميذ يحاولوا يستافدوا بزاف من هادشي اللي تنوريهم، لان هادشي ماشي ساهل باش تقطع لاكوب قصيره. اول حاجه يشوفوا لا باز ديال، يحاولوا يتعلموا ليكوب قصار عاد باش يعاودوا يتلاحوا لهاد ليكوب فاشن. جمال جاميكس. جمال جاميكس كوافير الحرية. جينا اليوم باش نحضروا للحفل اللي داير سيمو فالنتينو اوتيل ايبيس محمدية، وجيت اليوم باش نقدم واحد العرض ديالي اللي هي كوب فاشن كولوراسيون. يعني هاد لي كوب دابا هما اللي ولاو دابا حاليا جداد في المغرب، وجينا الحمد لله باش انني نقدموا وكاع الناس كاملين يديروا بحالو ويشوفوا الحلاقه في المغرب انها تطورت، ويقدروا كاع الناس انهم يديروها في صالونات ديالهم، حيت ماشي شي حاجه صعيبه غير هي سهله، خاص غير الناس انها تبدا. ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وشكرا لكم ميديا بريس. شكرا. فينا براس. انا مدام دنيا. انا كيف الدومين، شنو هي النصيحه اللي تبغي تقدميها للتلاميذ اللي كيتعلموا هاد الدومين؟ نصحهم باش زعما يتعلموا ويعطيو اللي كانوا كيحبوا هاد المهنه هادي، راه غادي يعطيو فيها بزاف، وفيها ديما فيها الجديد، ودائما فيها الجديد. شكرا.